ما هي الأدلة؟ أولا أن هناك أحافير كثيرة، فوسيلز، أحافير كثيرة تدل على أن هناك تطور في الخليقة عبر الزمن، عبر 3 إلى 4 مليار سنة التي مرت بالنسبة للحياة على الأرض. كثير من الناس يقول ليست هناك حلقات مفقودة، هذه missing link، حلقات مفقودة يقولون. هذه النظرية ما عندها، أين الحلقات الانتقالية؟ أين هناك حلقات مفقودة في هذا التطور الذي يزعمون، أين بين الانتقال من السمك إلى الزواحف، من الزواحف إلى الطيور، من الطيور إلى الثدييات، من كذا إلى كذا، هذه كلها ما في الحلقات اللي تبين أين المخلوق الذي هو بين وبين بين وبين، هذه غير موجودة. هذا الكلام خاطئ إطلاقا، غير صحيح.